السؤال بتاعنا النهاردة: ليه أدرس الـ NLP مع لوريس ترينينج سنتر أو معاكي تحديداً يا لبنى؟ طيب خلوني أجاوب على السؤال ده. أول حاجة بالنسبة لي أنا بركز عليها، والقرار الأخير عندكم، إنه أنا ما بديش الـ NLP ككورس في 9 أيام أو ككورس في أسبوعين أو حتى 3 شهور. أنا ما بعملش الحكاية دي. أنا بعتبر إن الـ NLP هو رحلة إحنا نبقى دارس لينا مع بعض، اوكي، ان انتوا تتعلموا الادوات دي وتطبقوها في حياتكم اليوميه. لان انا عندي كده قناعه او افتراض اساسي انه الناس اللي جايه تدرس ال NLP او البرمجه اللغويه العصبيه هي جايه تدرسه علشان تنتفع بيه، مش مجرد انها تاخد شهاده. وعلشان يكون العلم ينتفع به، فاحنا محتاجين مش بس ناخده ونفهمه، لا، محتاجين نطبقه في حياتنا اليوميه ونخليه جزء من المايند سيت الجديده بتاعتنا، جزء من طريقه التفكير الجديده بتاعتنا. فده بياخد وقت. عشان كده انا بقدم ال NLP في حدود 6 ل7 محاضرات شهريا على مدار سنه لسنه وشهرين تقريبا. بيبقى عندنا سكادجول كده ثابت في محاضرات أساسية. الفترة التانية انتوا بتبقوا بتعملوا فيها ايه؟ بتطبقوا فيها الحاجات اللي احنا اخدناها، بتتناقشوا فيها، بتسمعوا ريكوردينجز تاني، بيبقى في تمارين بنعملها، بيبقى في حاجات تانية بتتعمل. ده بيخلي ان جرعة المعلومات اللي بتاخدوها تستفيدوا منها وتطبقوها، وبتقدروا ان انتوا يعني تبقى جزء من السيستم بتاعكم. فلما تيجوا تاخدوا الجزء اللي وراه، هكذا احنا قاعدين بنبني، بنغير في الطريقة اللي بنفكر فيها، الوعي بتاعنا بيحصل له نوع من التطور والارتقاء. فأنا ما بديش الـ NLP بسرعة بسرعة بسرعة، لأنه لو اديته كله على بعضه هيبقى overwhelming كمنهج. هو منهج كبير، 130 ساعة عمل من غير أي وقت مقتطع كبريك أو وقت ضايع، فده وقت كتير وكمية علم كبيرة في وقت قصير، لو أنا ضغطته يعني لوقت القصير. أنا مش ده اللي أنا بعمله. أنا بحب إن إحنا ناخده بشكل جرعات مبسطة. كمان بحب أربط الـ NLP ببعضه. يعني إيه؟ يعني أنا مش بس بدي المنهج على بعضه، لأ، أنا ممكن أرجع في بعد ما أكون مثلا هو 8 موديولز أو 8 نماذج أو 8 أجزاء للـ NLP لبرنامج الممارس المعتمد من الـ IANLP، فأنا ممكن في الموديول الثالث أرجع أشير لحاجة في الموديول الأول، ممكن في الموديول الخامس أرجع أتكلم عن حاجة في الموديول الثاني، وأقعد أربط فيه، ويبقى في محاضرات تربيط للمعلومات ببعض. فده كله بياخد وقت. إحنا زي كأن إحنا بناخد الحاجة دي عشان نفهمها بعمق، مش نفهمها كفهم أولي، مش بنقل الفهم الأولي. يعني إيه؟ يعني مش مثلا بقول محتاجين يكونوا بيعرفوا يعملوا كذا، ومحتاجين يطبقوا النقاط دي 1 2 3 4، لا، انا بحاول اديكم فهمي انا بعد 12 سنه في المجال ده، بحاول اديكم عمق التكنيك، فهم هو ليه بيشتغل، فهم ازاي نستخدمه، ايه التطبيقات بتاعته. فده كله بيخلي ان احنا اكشلي بنتخطى الساعات اللي انا بتكلم عليها دي، ال 130. يعني انا بعمل ال NLP حقيقه الامر في 180 ساعه ويمكن اكتر، لان احنا بنشتغل عليه وبندرسه بعمق اكتر وتفصيل اكتر علشان نحقق اكبر استفاده منه ممكنه. كمان ال NLP لما انا بدربه بوجهه نظر حديثه، لاني دائمه القراءه والتجديد في المحتوى بتاعه، وبطلع طول الوقت على نماذج وتطبيقات جديده في ال NLP. فعاده في كل راوند بيبقى فيه رزق جديد، بيبقى فيه تطبيقات جديده، بيبقى فيه معلومات جديده. البيسكس واحده، بس بيبقى فيه وعي جديد جالي، لان انا طول الوقت بدرس وبذاكر، وبيبقى فيه قراءات جديده، حاجات جديده اكتشفناها في الريسيرش او في النيورو ساينس، حاجات معلومات جديده عايزه ان انا اخلي الجروب يبقى عارفها. فده كله بيخلي انه الموضوع ممتع وشيق، والعلم لا ما بيخلصش، يعني احنا بنفضل عايشين وبنفضل نتعلم. فدي هي اكتر الحاجات اللي فعلا مميزة في البرنامج معايا، زائد طبعا ان انا كل اللي بيشتغلوا معايا بنشتغل، اولا انا بشتغل مع عدد قليل، طول الوقت فاتحين الكاميرا صوت وصورة كأن احنا قاعدين في التريننج روم، في اوقات بنتقابل فيها في السنتر، بنراجع دايما مع بعض، ببقى متأكدة ان كل اللي حاضرين متابعين معايا فاهمين، في معانا تيم من الاسيست بيبقوا موجودين بيساعدونا. فالكواليتي الحقيقة بتاعت التريننج هي كواليتي اللي انا احب لو انا بدرس مع حد انه تبقى دي هي الكواليتي اللي موجودة.
فهو ده الحاجات الأساسية اللي احنا بنقدمها والطريقة اللي أنا بتبعها يعني في تقديم الـ NLP. طبعا احنا على تواصل، بنبقى دايما مع بعض من خلال الجروب بتاعنا بتاع الواتساب بتاع الـ NLP. لو عايزين تعرفوا عن خبرة الناس اللي حضروا معانا قبل كده، في شهادات ليهم على الانستجرام بتاعنا بيتكلموا عن الرحلة دي، ازاي غيرت فيهم، ازاي احدثت فرق، ايه نوع التغييرات اللي حصلت، ايه الاستفادة بتاعتهم. احنا بنهاية البروجرام ومن قبل نهاية البروجرام الحقيقة، من البداية خالص، من أول شهر ولا حاجة، بنبتدي نبقى عيلة مع بعض، وبنبتدي يعني نبقى عارفين بعض بشكل كويس جدا، ومنطقة أو مساحة آمنة للتطور وللرقي. وأتمنى دايما أن أنا أشوفكم على خير.